السلام عليكم ومرحبا بكم في الوصفة ملكة. مرحبا بالناس الجداد معنا، مرحبا بهم ألف مرحبا. كنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم وعلى المشاركة ديالكم في القناة، عبا نشارككم بروكا. اليوم إن شاء الله غنصوب لكم الكليكوز اللي درت به العجينة ديال الشوكولات ولصقت به الحلوة. غدا نخلي لكم الرابط لتحت ديال الحلوة اللي صوبت به، وغيبان لكم حتى الفيديو إن شاء الله. الكليكوز جاء أكثر من رائع لما دقوا في المنظر. الكليكوز اللي صوبت بها العجينة ديال الشوكولات اللي زينت بها هاد الحلوة ولصقت بها هاد الحلوة هادي، يعني جاء أكثر من رائع لما دقوا في المنظر وسهل. ثلاثة ديال المكونات فقط. إلا كيهمكم الأمر خليكم معايا حتى الأخر ديال الفيديو. قبل ما تخرجوا من لاشين ديروا لي اللايك وبارتاجيو وديروا الجرس باش يوصلكم كل ما هو مطبخي. إلا بغيتوا دخلوا معنا الجروب ديال الفيسبوك سميتو وصفات ملكة، أو الانستغرام غادي نخلي لكم الروابط لتحت. دابا خليكم معايا باش المقادير ديال الجليكوز. 300 غرام ديال السكر سنيدة ديجا درته في الكاسرونة، جوج معالق كبار ديال العصير ديال الحامض، جوج معالق كبار ديال الماء، السكر العصير ديال الحامض والماء. وغادي نخلط هاد المقادير كلهم مع بعضها. غنخلط مزيان السكر والعصير ديال الحامض والماء حتى كيذوبوا. الكاسرونه ديال الفوق العافيه تكون هاديه، ومره مره كنحرك في الجليكوز ديالي على العافيه تكون هاديه، ومره مره كنحرك فيه حتى كيذوب ليا السكر مع الماء والحامض، وصافي كنخليه يبقى يطيب على خاطر خاطره باش ما يتحرقش. ملي كيبداو هاد الفقاعات هادو كيكثروا في الجليكوز ديالي صافي كنطفي عليه. الجليكوز ديالي ها هو طفيت عليه، خليته حتى دفى شويه باش ما تفرقعش ليا القرعه ديال الدجاج. وهو دابا كيبان لكم جاري حيت باقي ما بردش تماما. ملي غادي يبرد تماما عاد كيجي ثقيل. دابا غادي نخوي في القرعه ديال الدجاج. خويت الجليكوز ديالي في القرعه ديال الدجاج، دابا كما قلت لكم بان لكم جاري، غنخليه يبرد ونعاود نتلقى. ها الجليكوز ديالي من بعد ملي كيبرد كيف كيجي، كيجي ثقيل ومعلق وجا اكثر من رائع. فيه المذاق ديال الحامض كيعطي واحد المذاق الحلويه رائع. وهذا صوبته بنفس الطريقه، غير هو درت فيه الشرائح ديال الحامض باش تكون فيها النكهه ديال الحامض مجهده، وحتى هذا رائع جدا. بان لكم اللون ديال هذا الصفر، ولكن راه الجليكوز انني صوبت به العجينه ديال الشوكولات اللي زينت به الحلوه ديال العيد، جات يعني جات ديك العجينه اكثر من رائع. هذا هو الجليكوز ديالي، جا اكثر من رائع في المذاق وفي المنظر. فيه داك المذاق ديال العصير ديال الحامض كيعطي واحد المذاق الحلويات رائع رائع جدا، وكيعطي المذاق العجينه ديال الشوكولات اللي صوبت بها ودرت بها ديك الحلويات ديال العيد. كنتمنى يعجبكم الكليكوز ديالي. الى عجبكم ديروا لي لايك وبارطاجيو وديروا الجرس باش يوصلكم كل ما هو الجديد من مطبخي. ما تنساوش تسناونا غدا ان شاء الله فيديو جديده. الى اللقاء.